بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكتنفني سعادة غامرة هذه الليلة أن ألتقي وإياكم بالأستاذ الكبير الطيب صالح. حقيقة كنت قد أعددت تقديما استثنائيا في نفسي وكلمات استثنائية اخترتها وانتخيتها انتقاء لأقدمها به، ولكن بدا لي أن كل كلام يغدو ماسخا حين أقدم إنسانا في قامة الأستاذ الطيب صالح. فهذا التقديم المختصر وهذا الكلام المختصر هو مدخل حقيقي لهذا الإنسان أولا، وهذا الكاتب الروائي الإنساني في كل مقام. الأستاذ الطيب صالح، مرحبا بك. أهلا وسهلا، وها أنت تعود إلى أهلك وأحبابك الذين طالما تشوفوا وتشوقوا إليك سنين طوال. نعم. أعلم أنك تزور الخرطوم كما يعلم الأخوة كلهم بمقتضيات المشاركة في أنشطة العاصمة الثقافية. نعم. عاصمة العربية 2005 في الخرطوم ضمن وفد المجلس القومي السوداني الذي يزور البلاد هذه الأيام، وزيارات عديدة، برامج مكثفة، لقاءات ومشاعر تكتنفك في كل مقام بالمحبة والشوق. فماذا أنت قائل في مدخل هذا اللقاء؟ أولا يا سيدي، أنا أشكرك على مقدمتك الطيبة، وأقول إنني بطبيعة الحال كمواطن طول من البلد سعيد بعودتي إلى السودان، والسودان كعادته دائما يستقبل المواطن ويستقبل غير المواطن بالترحاب والدفء والحفاوة، فأنا سعيد لكل هذا، وأشكر كل الإخوة والأبناء الذين يعني أسبغوا علي من لطفهم، والمسؤولين أيضا لأنه قابلنا بعض المسؤولين. ونعم، البرنامج مكثف وشاهدنا فيه أشياء كثيرة. سعدت بأن كنت معك وأنت تزور منطقة مروي في زيارة للسد ذلك اليوم، وكنت حقيقة أرصد مشاعرك والطائرة تتهادى هابطة فوق ذلك النخيل الأخضر على شاطئ النيل، وكانت مشاعرك دفاقة. قلت لي إن هذا اليوم يعد يوم استثنائي بالنسبة لك. بالتأكيد، لأنه بالمنطقة التي وعيت الدنيا فيها، فأول ما الطائرة حلقت فوق حقول الزراعة المتشبثة بضفة النيل أثارت فيها كوامن أشجان وذكريات. وفعلا طبعا كمواطن الإنسان بيحب كل وطنه، ولكن يحمل حب معين للأرض التي نشأ فيها، التي هي مهبط رأسه. وبعدين لما نزلنا واستمعت للأصوات وتكلمت مع الناس، كان سعادتي تزداد باستمرار.
نعم. الذي يحيرني تشبثك بمحبة القرية رغم أنك فارقتها وأنت في 13 من عمرك. المدينة في السودان لا تشكل بالنسبة إليك ذات الهوى الذي تشكله القرية. صحيح بالتأكيد. أنت عارف بيقولوا إنه الإنسان تتكون شخصيته في السنوات السبع الأولى من حياته، وأنا أظن إنه هذا صحيح. بعدين الذي ينشأ في بيئة كالتي نشأت فيها، بيئة زراعة وعلى النيل والنخل والحيوانات، وبعدين الناس واضحين جدا في الريف. المدن الجماهير بتندمج بعضها في بعض، يعني الأفراد مش واضحين المعالم، وكلما كبرت المدينة كلما أصبح الإنسان الفرد باهت. ولكن في هذه القرى، في كل السودان بالتأكيد، الأفراد واضحين زي الشجر وزي مظاهر الطبيعة. بعدين الطفولة التي قضيتها ومرحلة الصبا أنا أعتبرها ثرية جدا، ودائما أقول إني أحمد الله أنني ولدت في هذه المنطقة، لأن هذه كما هو معروف منطقة مليئة جدا بالمستودع حضاري طويل عريض. والإنسان في هذه البيئة له قيمة، بيحس بأنه مطمئن وأنه آمن وأنه محبوب، والطفل يحس أنه كل الناس أهله. هل في مشاهد من ذلك اليوم رسخت في ذهنك وأنت تعبر هذه القرى